قام مكتب الثقافة بساحل حضرموت وبرعاية كريمة من وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني والسلطة المحلية بالمحافظة في المسرح الوطني بالمكلا حفلا فنيا تكريميا للفنان الخالد الراحل كرامة سعيد مرسال رحمه الله، الذي تعدى صيته حضرموت إلى الجزيرة العربية وبعض أقطار الوطن العربي، حاملا في أسفاره الموروث الفني الحضرمي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير الإخباري. وتلك الطيور التي غادرت ديارها. كرامة مرسال الفنان الراحل الذي لا زال باقيا في ذاكرة الزمان والأجيال، ولعل كنوز أعماله الفنية العاطفية والوطنية واللحنية دليلا قويا على قدرة المرسال على إرسال هذه النفائس إلى خزائن النفوس التواقة العاشقة لها. ليلة فنية أقامها مكتب الثقافة بحضرموت بمدينة المكلا تكريما للفنان الراحل كرامة مرسال، تم عزف 4 مقطوعات غنائية من روائعه. وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني الذي كان حاضرا في هذه الاحتفالية كرم فيها أسرة الفنان مرسال بدرع الوفاء تقديرا لدوره الريادي الفني والوطني، معبرا عن أسفه لتأخر تكريم هذه الهامة الوطنية والفنان الكبير والإنسان الطيب والرائع، معربا عن شعوره بالفخر والامتنان لما قدمه لليمن وللفن العربي، ومبديا تحمس الوزارة بالتعاون مع محافظ حضرموت لعمل متحف خاص بالفنان الراحل يحوي نتائجه الفنية ومكتبة صوتية لكل أعماله والحفاظ عليها وإيصالها للجمهور. سعيدين جدا اليوم بتكريم الفنان الكبير كرامة مرسال، وهذا أقل واجب نقدمه نحو هذا الفنان اليمني العربي الحضرمي الأصيل الذي صدح صوته عاليا في مختلف أرجاء الوطن العربي وقدم الكثير لليمن، للفن اليمني، للفن الحضرمي، للفن العربي، وهذا أقل واجب نقدمه اليوم لفناننا الكبير إن شاء الله تعالى. ونعلن إن شاء الله تعالى بالتعاون مع السلطة المحلية عن إنشاء متحف لفناننا الكبير والراحل، وإن شاء الله تعالى أيضا سيكون هناك يوم ذكرى للفنان، ذكرى سنوية بإذن الله. كلمات عدة ألقيت في الحفل عبرت عن فراق رجل قدم نفسه جزءا من أشواق الناس، ولعل أبرزها كلمة نجله صبري كرامة مرسال الذي عبر عن سعادته لتكريم الدولة ممثلة بالوزارة والسلطة المحلية لفقيد اليمن وفنانها الكبير الذي كرس حياته لخدمة الوطن، وكانت رسالته نشر الفرح والسعادة للجميع. احتفلنا مساء هذا اليوم بمناسبة مهرجان موسم البلدة السياحي بذكرى الراحل كرامة مرسال، حيث تم غناء أكثر من 4 أغاني من عبر الفنان محمد بن حميد وأيضا الفنان الشاب عمر باقمري. كانت الفكرة هو إحياء ذكراه عبر فنان قديم وصديق، وأيضا عبر فنان شاب ما زال يتغنى بأغاني. حقيقة مهما قمنا بتكريم الفنانين الكبار منهم الفنان كرامة مرسال نظل مقصرين في حقهم أمام ما قدموه لنا من إرث وما خلفوه لنا من إرث كبير. مات كرامة مرسال تاركا في قلوبنا قصة لن تزول تجددها ليالي الطرب والأنس وحكايات مثيرة ومواقف لا تنسى، فظل يشدو أقبل العيد فذهب الشادي وبقي العيد مرسالا في قلوبنا.